ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اوبونتو دروبلت على ديجيتال اوشن. احنا عملنا الموضوع ده قبل كده بس كان باستخدام تيرافورم. المرة دي عايزين ديجيتال اوشن يعمل كرييت للاوبونتو دروبلت ويعمل كمان بروفيجنينج، ينزل لنا اباتشي على طول اول ما يعمل كرييت. اللي ما يعرفش يعني ايه دروبلت، هي الاي سي 2 في اي دبليو اس او انستنس في جي سي بي، كل دي مسميات عند كل كلاود بروفايدر. اول حاجه بعد ما اعمل نيو بروجكت هاجي هنا عند مانج سيكشن وهختار دروبلتس وهقول له هنا كرييت دروبلت. هنا هختار الاوبريتنج سيستم زي ما انتم شايفين، في اوبونتو، رانشر، فيدورا، ديبيان، سنتوس، روكي وهكذا. ومن هنا اقدر اختار الفيرجن بتاعه الديسترو دي، فانا هسيبه هنا عند 2004 وهاجي هنا عند البلان هختار برضو بيزك بلان بعد كده هنا عندنا ريجون في الاوثنتيكيشن. انا ممكن اختار طريقتين، يا اما اختار باسورد واحط باسورد استخدمها لما اجي الوجن على الماشين دي، او اس اس اتش كي وانا اوريدي ضايف الاس اتش كي بتاعي على ديجيتال اوشن. الجزء بقى اللي بعد كده بتاع اديشنال اوبشنز، ممكن اخليه هنا ديجيتال اوشن يعمل باك اب للدروبلت نفسها، او اختار مونيتورينج، او اي بي فيرجن 6، او يوزر داتا، وهي دي اللي احنا محتاجينها. اول ما هدوس على يوزر داتا دي هيفتح لي تكست اريا اقدر اكتب فيها. هنا بكتب الكومنتس اللي انا عايزه ينفذها اول ما يعمل كرييت للدروبلت. اول حاجه هقول له هنا بين باش عشان اعرفه ان ده باش سكريبت، وهقول له apt update و apt install apache. ممكن بعد كده ادي تاج للدروبلت دي او اخليه يعمل اكتر من دروبلت. بعد كده هقول له create. المفروض ان هو دلوقتي عمل كرييت ونزل كمان اباتشي. الاباتشي بيشتغل على اللوكال هوست اللي هو بورت 80، فالمفروض انا لو خدت الاي بي بتاع الدروبلت دي وجيت اجربه هنا في البراوزر المفروض يفتح لي اباتشي، بس هو مش هيشتغل، وده عشان انا محتاج اشغل بورت 80 على الدروبلت نفسها. فهاجي هنا جوه الدروبلت عند نتوركينج، وتحت هنا كده في الفاير وول، هقول له edit وهعمل فاير وول رول. ممكن اشغل فيها الاس اتش عشان اكونكت على الماشين، وكمان افتح الاتش تي تي بي. هو اوريدي هيعمل بورت 80، هنسميها اتش تي تي بي اند اس اس اتش. ولو جيت في الاخر كده هحدد الدروبلت اللي انا محتاج الرول دي يتعمل لها assign ليها، فهقول له هنا اوبونتو هتظهر لي هنا، وهقول له create firewall rule. فانا كده عملت الرول وعملت لها assign. لو جيت هنا تاني وعملت refresh هلاقي اباتشي اشتغل. حاجة اخيرة، ازاي connect على الماشين دي؟ ممكن اجي هنا كده جوه الدروبلت، لو دوست على كونسول، اول ما دوس على كونسول هيفتح لي تيرمينال على طول جوه الماشين دي. الطريقه الثانيه، لو انا عايز اكونكت اس اس اتش هاجي هنا اخد الاي بي ده ومن التيرمينال اقول له اس اس اتش روت ات الاي بي، وكده انا برضو جوه الماشين. ده كان فيديو سريع كده ازاي نعمل دروبلت على ديجيتال اوشن ونعمل لها بروفيجنينج. اقدر طبعا اضيف اكتر من كوماند فينزل لنا كل حاجه مره واحده مش بس اباتشي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامه.